نافذة على الحياة، تسليط الضوء على المشاغل الأسرية في القيروان، وبحث عن نوافذ الأمل. نافذة على الحياة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة في موعد جديد من برنامج نافذة على الحياة. معكم سهام حمدي في الميكرو، يرافقني نوفل الشرطاني في الإخراج التقني للحصة، وسيف بولعريس في الإخراج الرقمي. اليوم نحكي على الاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا فرع القيروان، باش نحاولوا نتعرفوا على الاتحاد، أهم الأنشطة اللي قدمها للوليدات، الظروف اللي يخدم فيهم إلى غير ذلك. هذاك علاش معنا في التليفون مدام ثريا رمضاني، مديرة الفرع القيروان للاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا. مدام ثريا مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا بك، الحمد لله، يعيشك. مدام ثريا، سيادتك انت مديرة الاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا فرع القيروان، كان تعطينا عليه فكرة وتحاول تعرفونا وتعطينا اكثر تفاصيل. الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا هو فرع من فروع الجمعية الأم، تأسس في مارس 1991. الفئة المستفيدة للجمعية هي القاصرين ذهنيا، ومؤخرا جمعية خذت معناتها الأطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد. هذا هو مقاييس القبول نتاع المؤسسة، معناتها الصغار لازم يكونوا فوق 6 سنوات، زاد عنا المراهقين. هذا هو بهم من 6 سنوات حتى الوقتيش يقعدوا معناهم ضمن الاتحاد، يقعدوا حتى الفترة المراهقة اللي خاطر يدخلوا من الأول يدخلوا في أقسام التربية المختصة، فما تربية مبكرة وأقسام تربية مختصة، بعد ثم صغيرات اللي نجموا معناتها نشوفوا انهم قادرين انهم يدخلوا ضمن ورشات. الجمعية عندها ورشة صنع الإطار، ومؤخرا ضفنا ورشة جديدة اللي هي صنع منتوج وتزويق. دونك يدخلوا يوصلوا لعمر معين اللي هو نتاع المراهقة. اي قديش يعني عمر المراهقة؟ ابارتير من 14 سنة، انت والقدرة نتاع الصغير وقت اللي يشوفوا اللي هو قادر باش انه يخرج معناتها من اقسام التربية المختصة ويدخل للورشات، هما جينيرالمون اللي عندهم إعاقة ذهنية خفيفة قادر باش انه يستعمل برشا أدوات اللي ما تضروش مثلا وينجم يستعملها. تبقى الاخرين معناتها اللي يوصل لعمر معين تاع 14 سنة 15 سنة 16 سنة فترة مراهقة وهو ماهوش قادر باش انه يدخل ورشات، نعملوا لهم دي كلوب ورشات، ومعناتها يعملوهم المربين وأنشطة. شو هو الاختصاص يعني مثلا للوليدات هذوما؟ فيش الانشطه يعني اللي كلوب هذوما؟ فما صغار اللي يوصلوا حتى عندنا صغار، حتى مش صغار هما تبارك الله رجال يوصلوا 30 سنه احنا ما نجموش نخرجوهم، هو نورمال مو يخرجوا راهو. اما احنا نخيروا ان ما يخرجوش، يقعدوا يعاونوا لهنا في الجمعيه في الانشطه، يعاونوا الصغار الاخرين على انهم يخرج الشارع وما يلقى ما يعمل، فهمتني؟ اليوم عندهم اعاقه ذهنيه متوسطة عميقة، ماهوش قادر باش انه يدخل سوق الشغل، فهمتني؟ دونك نخيروا انه يقعد في الجمعية، يعدي الفترة الصباحية في الجمعية على انه يقعد في الشارع يدور وما يعمل في حد شيء. به الوليدات اللي هما يعني عندهم إعاقة ذهنية متوسطة وإلا عميقة، واللي قلت انت ما ينجموش يدخلوا للورشات، معناها شنو هو الأنشطة ولا لي كلوب اللي تحضروهم لهم باش ينجموا ينخرطوا فيها؟ عندنا الورشات نتاع البستنة مثلا، فما كيف معناتها للرسم، والا معناتها نحاولوا نظفوا المحيط نتاع الجمعية، نخرجوهم ينشطوا لبرا شوي مثلا، نعملوا لهم رحلات، نعملوا لهم حفلات، فهمتني؟ يبدل الجو شويه، وميم طو مثلا يعاون الصغار الاخرين اللي موجودين في الجمعيه، فهمتني؟ الاقسام الاخرين نعلموه كيفاش يعاول على روحه مثلا، والا يعاون المربين الاخرين معناتها مع الصغار، فهمتني؟ على انه نخيروا احنا على انه يوقع، خاطر فما صغار خرجوا من الجمعيه اللي هما وليداتنا معناتها خرجوا من الجمعيه وتعرضوا معناتها الاعتداءات، فهمتني؟ فهمت. برا خاطر يقعد يدور، ما ينجمش يقعد في الدار نهار كامل، فهمتني؟ عمره 30 35 سنه حتى ال 40 سنه راه
معناتها ما يعمل في حد شيء. يعني تخيلوا انه يقعد هكا يمشي ويجي على الجمعيه وفي تواصل مع الجمعيه على في الانشطه شويه يعاونها شوي على انه يفطر في الجمعيه ياخذ لمشته على انه ولا اذا فما اعانات نعطيوهم اعانات على انه يقعد في الشارع معناتها ما يعمل في حد شيء. واضح به. بالنسبه للانشطه اللي يقوموا بهم الوليدات في الاتحاد ذوما ساعه ما سالتكش مدام ثريا قديش من طفل يعني عندكم توا متكفل بهم الاتحاد؟ احنا اسنا عندنا 71 طفل طاقه الاستيعاب بين 70 و75 صغير. فما شكون في قائمة الانتظار باش يلتحق بالاتحاد؟ مازال عندنا برشا في قائمة الانتظار، ديجا سنة معناتها قبلنا برشا احنا في السنة الدراسية الجديدة قبلنا برشا. وكذلك مازال عندنا في قائمة الانتظار. فهمتك. اللي من المنتظر يلتحقوا بالاتحاد يعني شنو هو المعوقات اللي تخليهم ما يلتحقوش؟ طاقة الاستيعاب ولا فما مشاكل أخرى؟ طاقة الاستيعاب صراحة معناتها ما عادش نجمو نزيدو أكثر من هكاكا، سيرتو إنه الصغار هذوما ما يجيبوهمش أوليائهم، إحنا عندنا زوز ميني بيوز هما نعملو بهم الرمساج، إحنا نجيبوهم مثلا قروان المدينة وضواحيها شوية فهمتني، اللي هي مثلا ركادة نخرجوا شوية كهاو فهمتني. ما فهميش شكون يجي من المعتمديات مدام ثريا؟ نعم. ما فهميش شكون يجيب صغيره من المعتمديات مثلا؟ ما نجموش على خاطر احنا اللي موجود لهنا هو متسيب معناتها وصلنا لل 70 ما نجموش نجيبو من برا. طاقة الاستيعاب معناه طاقة الاستيعاب ولي دو ميني بيس هذوما يهزوا 60 صغير اكاهاو. فهمت. احنا نقبلوا في 70 و71 حتى توصل ساعات حتى ل 75. فهمتني. دونك معناتها صعيبة شوي، اللي يجي باش يقول لك معناتها ما نجمش نجيبو انا يوميا، يلزم معناتها الكار هي اللي تجيبو فهمتني. جاونا برشا مثلا من الباطن يحبوا وعندهم اشكاليه، وفما ديجا عندنا ولايه ديجا كيف كيف من الباطن اللي هو قاعدين يحاولوا كيفاش يحلوا له المشكله نتاعو. ما نجمش يجي. هذه هو ال 71 صغير هذوما في الاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا فرع القيروان، قداش فما يعني الفريق اللي يقدم له الخدمات واللي يتلهى به واللي يعمل الاحاطه به، قداش عندكم من شخص يعني؟ عنا 7 مربين. هما لمحال اقل معناتها احنا نقول مربين، اما هما معناتها باش تحسب على مربي مختص اللي هو اختصاصه. عنا اقل معناتها عنا 6 مربين مختصين والباقي معناتها مساعد مربي. مساعد مربي. واللي هما 4 ولا 5 هما كيكا. فهمتني؟ مساعد مربي يعني أما تقريبا احنا العنصر هذاك نورمالمون هو يكون مع المربي مختص فهمتني. لكن احنا معناتها ما نجموش نوليو نعطيوه قسم وحده بحكم هو عنده خبره نتاع سنوات عمل، يولي يحل قسم وحده باش نكفيه معناتها العدد نتاع صغيراتنا فهمتني. لانه حسب الحاله نتاع الصغير حسب الدرجه نتاع الاعاقه نتاعو، مثلا اذا تكون اعاقه ذهنيه عميقه ما نجموش نحطه في القسم اكثر من 5 فهمتني. واذا فيهم اللي عندهم اضطراب طيف التوحد دونك ما نجموش نفوتوا اكثر من 4 5 في القسم. اذا هي اعاقه ذهنيه خفيفه يوصل القسم 8، هذا هي الماكس كما نقولوا. بي في 71 تلميذ اللي عندكم قداش من قسم؟ احنا عندنا في حدود هو نقول لك حاجه معناتها الاسباس نتاع الجمعيه والكبر واللوكال باهي كبير يعني عندنا برشا اقسام وكل، اما لكن المشكل في الاطار الاطار شويه فهمتني. معناتها فعلنا اقسام اللي خلينا معناتها زدنا ورشه سناء خاطر احنا ناقصين بالحق ناقصين ورشات، والاشكال اللي خلينا ما نزيدوش ورشات هو التجهيزات خاطر باش تحل ورشه يلزمك تجهيزات. عملنا كونفونسيون سنة مع الكوب دي الطليانية، زدنا ورشة جديدة ونحب نزيدو ورشة أخرى، عنا دونك ليسباس وعنا وين نزيدو، أما الإشكال في الإطار في الإطارات اللي يلزمك مكون مثلا احنا ما عندناش، جيبوه مثلا على بيرو الشغل عامل بوزار يقعد العامين هذوكم ولا عام لا عنده حق فيه، وبعد يخرج على روحه بعد ما استانس وتعاود بالصغار يخرج يكمل العامين ويخرج، تلقى روحك انت قاعده تعاود معناتها مش تجيب معناتها مكون واحد اخر.
يعني هذه من ابرز الصعوبات اللي واجههم الاتحاد. هذه من اكثر الصعوبات. حاجه اخرى زيدة، فما الاشكاليه نتاع عاملات النظافه اللي هما على الحظائر. عندنا لهنا كان عندنا خمسه قبل خرجوا زوز سي خرجوا تقاعد، قعدوا لنا ثلاثه على 70 صغير. تخيل انت، معناتها راهو وفيهم اللي واحده فيهم في الكوجينه تتحضر لهم سندويتشاتهم، تحضر لهم اللومجه نتاعهم، وزوز الاخرين ما تعرف انت اللي عندهم اعاقه ذهنيه. عندنا صغار رمى 6 سنين، عباره عمره 4 سنين، راه كي تتعامل معاه هو عمره 6 سنين، عمر الفعلي نتاعه 6 سنين، هو العمر الذهني نتاعه 4 سنين، يعني تلقاه بالكوش، فهمتني؟ ما عندناش دي زوكسيليير دو في سوسيال اللي هما ينجموا يبدلوا الكوش، يتلاقوا بالصغار معناتها في ماكلتهم في كل شيء، ما عندناش. كيف كيف لي فام دو ميناج اللي هي مثلا باش تعاون في التواليت والا ديما تنظف، وتعرف توا كورونا والحكاية هذيك الكل، شويه نومبر. طلبنا السيد معتمد باش يعطينا معناتها من الحظائر يزيدونا شويه، في انتظار الشيء هذا تو ما صار حد شيء. من هنا نوجه لهم معناتها الكلمه ونقول لهم ربي، معناتها راهم تعرفوا توا كورونا وكل، يزيدونا ماذا بينا، معناتها يزيدونا من المنظفين. ان شاء الله يكونوا في الاستماع ويتفاعلوا مع الطلب نتاعك مدام فارس. ان شاء الله احنا الى حين وطلبنا منها برشا مرات، ان شاء الله يتفاعلوا معنا. ان شاء الله يا ربي. به بالنسبة للأفاق نتاع الأنشطة اللي يقوموا بهم الوليدات مدام ثري، نحب نختم بسؤال هذايا، فما أفاق قاعدين تمشيوا المعارض يشاركوا معناها صغيرات بالمنتوجات نتاعهم ولا لا؟ أثناء بحكم حالينا الورشة جديدة، وعندنا الورشة بتاع صنع الإطار معروفة ديجا لهنا في قروان، الورشة هذيا بتاع صنع الإطار اللي هي يخدموا الكتيبة بالسبن، حاجة حلوة برشا وبروفيسيونيل ومزيانة برشا. شاركنا في المعرض نتاع المولد النبوي الشريف، منعرفش كي شفتوا التصاور نتاعهم، الصون نتاعنا قدام باب جلادين وفي ولاد فرحان. وشاركنا زاده بالورشه الجديده، عملنا برشا منتوجات جديده وشاركنا فيهم الوليدات اللي عندهم طيف التوحد. كيف كيف شاركنا في المعرض اللي صار معناتها في تونس ديرنييرمون. هذوما هما الأنشطة. قاعدين نحاولوا نزيدوا ورشة أخرى، أما بالحق معناتها ما عندناش الإمكانيات التجهيزات وكل باش نزيدوا ورشة أخرى باش ندمجوا صغارنا في سوق الشغل. قاعدين نمشيو في الإدماج المدرسي، عاملين ملف وعنا صغيرات في الإدماج المدرسي نتبعوا فيهم. هذا هو بالحق. ربي معاكم مدام ثريا، يعطيكم الصحة على المجهودات اللي قاعدين تقدموا فيها. إن شاء الله الصولات المعنية يا ربي تتفاعل مع المطلب نتاعكم. حاجة أخرى تفضل. على الإمكانيات نتاع الجمعية بالحق معناتها ياسر ضعيفة. كما تعرفوا احنا الدولة تعطينا منحة تسيير، معناتها كافي جوست كاربيرون ما ضو مصاريف بسيطة، ونقعدوا معناتها في نحتاجوا معناتها اللي احنا نعطيو فطور للصغار، برشا حاجات اخرين الفورنيتور سكولير، هذوما الكل قاعدين ندوروا في القروين. معناتها تعرف اللي هما الجمعيه تمشي بالتبرعات، نقولوا لهم معناتها يعاونونا شويه، ما لقيناش برشا تفاعل حق. وان شاء الله معناتها تكونوا يسمعوا فيا بالحق، معناتها الصغار محتاجين برشا حاجات من فضلكم. اذا فما حد قادر شنو يتبرع الجمعيه ماذا بينا، يجي يشوف الصغار، يشوف يدخل الجمعيه يشوفها يتفقدها، يشوف كيفاش نخدموا الانشطه نتاعنا ويتبرع، ما فيها بال. يعطيك الصحة يا مدام ثريا، إن شاء الله تلقى تفاعل للطلب نتاعك. شكرا لك مدام ثريا الرمضاني مديرة الاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا فرع القيروان، يعطيك الصحة على تدخلك معنا. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من نافذة على الحياة، نتقابلوا في الحلقة القادمة في لمن. نافذة على الحياة، تسليط الضوء على المشاغل الأسرية في القيروان وبحث عن نوافذ الأمل.